أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. فلي توقعات برج الحمل ليوم الأحد 20 مارس/أذار 2022. بالنسبة لك يا حمل، هتواجه شوية تحديات هتكون في طريقك، وشوية عراقيل برضو هتظهر ليك في الفترة اللي جاية، وللأسف هتبقى صعبة جدا عليك، لكنك هتوجد الأشخاص اللي بيعملوا ضدك دايما في يومك، فخليك حذر أكتر لأن هم اللي بيسببوا ليك أي نوع من أنواع الفوضى وأي نوع من أنواع المشاكل يا حمل، وده بيسبب ليك مضايقات كتيرة جدا جدا بأنهم بيتواجدوا معاك في أماكن كتيرة جدا، وكل مكان بيتواجدوا فيه بيسعوا أنهم يدمروك، وده علشان يوصلوا لأنه يخلوك من توازنك اللي هم مفتقدينه واللي هو بدايقهم. وبالتالي لازم تاخد بعين اعتبارك كويس جدا أقل تأثير سلبي ممكن يظهر في يومك ده، تعرف ان الاشخاص دول هيبقوا محيطين بيك وتعرف مين هم علشان تتحاشاهم بعد كده، لان العوائق حتى لو كانت عابرة في الفترة دي لازم انك تسلك مسار حياتك بشكل كويس، وخاصة في حالة اذا كنت انت قررت انك تتجاهل كل الحاجات دي ببساطة. بالنسبة ليك مهنيا، اليوم في تميز كبير جدا جدا، وفي كرم كبير وانفتاح كتير جدا جدا عليك وعلى تفاؤلك النهاردة، وهيكون في رغبة حلوة جدا انك تدي نصائح لكل الاشخاص المحيطين بيك وخاصة زملائك في الشغل النهاردة، وهتكون بتمنح المشورة ليهم بشكل كبير، وفي تبادل حلو هيحصل ما بينكم في خبراتكم، وده هينمي من عقلكم كتير جدا، وهيزيد اهتمامكم ناحية الثقافة اكتر، وخاصة الثقافة اللي هتكون متنوعة وفيها رغبة في انك تسافر وتستكشف اماكن جديدة انت ما رحتهاش قبل كده. بالنسبة ليك عاطفيا، هتكون واثق بنفسك اكتر من المعتاد، لكن بنصحك انك ما تبالغش في ردة فعلك زيادة عن اللزوم ولا في عنادك اللي ممكن يكون بيخسرك في الفترة اللي جاية، بانك لازم تكون بتفهم كويس الوضع اللي انت فيه وكل الحاجات اللي بتدور حواليك علشان تعرف تتخطاها وتعرف تعيش في يومك ده. اليوم هيكون مناسب لو حبيت انك تخطط لوضعك المستقبلي مع شريكك، وازاي انت حابب تمشي بالعلاقة بعد كده، وايه الحاجات الصح اللي مفروض تتعمل. بالنسبة ليك صحيا، الضغط العمل اللي انت بتمر بيه ممكن يخف شوية في الوقت ده، وممكن يكون بيرجع للبيت مرة تانية بشكل كويس، وحتى بترجع من شغلك بشكل أبدر شوية من العادة، وده هيصبح ليك عادة حلوة جدا، وهتقوم من خلالها بأنك تمارس نشاطات رياضية هتساعدك على أنك تحرك جسدك أكتر علشان تتمتع بصحة ممتازة. بالنسبة لي توقعات العشرية الأولى، مواليد 21 مارس/1 أبريل، هيكون اليوم ده رائع جدا لو حبيت انك تنشغل برفقة حلوة مع اصدقائك، وتخرج حتى مع اصدقائك النهاردة وتحضروا مباريات هتبقى مرتجلة شوية وفيها تسوق كبير جدا مع كل اصدقائك، وممكن حتى تلعبوا مع بعض اي لعبة انتوا بتفضلوها، هيكون الاختيار واسع جدا ليكم، فكلكم بتلعبوا حاجات كتيرة مشتركة ما بينكم، فده هيكون مهم انكم ازاي تقرروا اللي هتلعبوه وتكونوا متأكدين من انكم هتقضوا من خلال وقت هيبقى بيفرحكم كتير. ولو وجدتوا شخص فيكم بتربطوا صلابة قرابة النهاردة، هيكون في شوية حساسية ما بينكم، بس الموضوع عادي هيتخطى. بالنسبة لتوقعات العشرية التانية، مواليد 2 أبريل/11 أبريل، هتتاح عندك فرصة في الشهر ده حلوة جدا للزواج لو حابب انك تقرر، او حتى انك تكون شراكة، او حتى انك تتوقع على اي نوع من انواع العقود. النهاردة هيكون في عقد اتفاقية حلوة ومع شركاء جدد هيكونوا بالنسبة ليك، هيكون اليوم ده بناء جدا ليك وواضح، وهتتوج من خلاله في مبادراتك بنجاح كبير جدا جدا، وهيكون المناخ في صالحك بشكل كبير. بالنسبة لتوقعات العشرية الثالثة، مواليد 12 أبريل/20 أبريل، هتتحرك نحو كل الأشخاص اللي حواليك قبل ما انك تنسحب من المشهد كليا خلال الفترة دي وخلال الأيام دي، لازم انك تعقد شوية اتفاقات هتكون لازمة منك انك تعملها، وهتاخد من خلالها قرارات كتيرة جدا بشأن إجراءك اللي جاي، وده هيكون يعرفك ازاي وامتى تبدأ.
لكن مع شوية تحديات هتحصل، هيكون في شراكات في صميمها انها هتأثر عليك، خاصة مع تأثير القمر. في الأفضل النهاردة يكون في الوفاق والزواج والأسوأ في الفراق والصراعات. حركة الكواكب اليوم، بتدخل الشمس برج الحمل في الصباح ده، وهيبقى في إذن بوقت للاعتدال والربيعي خاصة بداية العام الفلكي الجديد. هتعبر الشمس برج الحمل لحد يوم 19 أبريل. هتكون متحمسين وعفويين خلال الفترة دي، وممكن إننا تدفعنا رغباتنا أكتر لإننا نغزو ويكون في مبادرة أو ريادة كبيرة جدا جدا لينا. هنكون متهورين وهنكون حابين إننا نجيب أولا ونبتكر أول بأول. هيكون برج الحمل النهاردة فيه علامة هترتد بيها سريعا جدا، وغالبا ما تكون بدون توقف أو ندم. بالنسبة لي هنكون مباشرين وشجاعين أكتر، ومش معقدين ولا حتى نسبيين في احتياجاتنا، لكن ممكن يكون في شوية قصر نظر أو حتى غير صبورين. بيواصل القمر عبوره من الميزان المتكيف العادل لحد ما يدخل برج العقرب الإدراكي والعميق. هنكون بنتجه نحو محاذاة عطارد والمشتري بضبط حلو جدا في وقت مبكر جدا من اليوم، وفي تعبير لفظي بتدقيق بسلاسة حلوة جدا جدا، هيوفر من وقتنا وهيكون ممتاز لأن كل أنواع التواصل والاتفاقات والقرارات. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.